مونتري. هذا الجير بوكس looks fine. يونيفرسال كيت كويسة. شافت ما في مشاكل. ماشي حاله. هذا للبوت المونتري اللي برا للأخ العزيز سلطان. وهذا البلوك فتحناه يا سلطان. وهذا للأسف زيت المحرك. وزيت المحرك خالط كابتشينو. انجن بيستونز سيزد توتالي. بساتن رايحة جام كليا. عملنا كومبريشن تيست. أربع بساتن رايحين وأربع بساتن عم بيعطوا 90 85. وهي الهد واضح ان الرايش هان. هذا الزيت هلا الكومبوننتس كاملة للمحرك. الفالفات تبعت الهيد برضو الفالفز رايحة. صدى ماكلها أكل. فالف رودز هذا مطعوج منتهي يعني جاير عليهم. المانيفولد لوكس فاين ما في مشاكل. المانيفولد بالاكزوست ريزر اوكي. هاي الهيد الترنيتر يعني سيرفيسبل ممكن تسيرفس. انجكترز ديستريبيوشن كاب. هلا عشان ما نطول في الحكي الستارتر طبعا رايح. الستارتر كان محاول فيه كتير بس أنى له أن يعمل. هذا البلوك شورت بلوك جي ام جنرال موتور والإنجن فولفو بنتا 5.0. This block has gone totally. ريبيلد لا يصلح للريبيلد. تعمل لها أفرهول للمكينة it's out of the question. لأنه كلفة الريبيلد للبساتن بستون بستون كأنك بتشتري قاعد من سوق المفرق عشان تاخذ إشي بالجملة. بدك تاخذ محرك بالجملة من سوق المفرق. بستون بستون سلندر سلندر رود رود أفرد جمع الكرانك شافت أكيد رايح كمان. ما في داعي نفوت أغمق من هيك ونعمل ستريبينج أكثر من هيك لأنه خلص منتهي المحرك. فبدنا هيد وبدنا الشورت بلوك. هلا الكومبوننتس اللي راح نستفيد منها احنا هان عندنا المانيفولد وعندنا الانجكترز والديستريبيوشن كاب والالترنيتر هناك وبس طال عمرك. ماكينه جديده بدنا. هذا الريبورت بالفيديو. الجير ان شاء الله اوكي ما في شيء. جربوه الشباب ماني ولي لفوا. هذا ريبورت المونتري 245. Done.